برضك حمد لله على السلامة يا أخوي، رجعت لناسك ومالك؟ طول عمرك يا أبو هيبة المايلة تعدلي، حمد لله على سلامتك يا ود أبوي. مصدع وليها زكية، طول عمرك شديدة. لا ده مش صداع يا أبو هيبة، ده قلة نوم يا أخوي. اللي بتخلف ولاد ما بيجيلهاش صداع، بتبقى شديدة وقوية. ما هقولك ايش، توري نامي، هتقعدي لغاية ما تسلم. اديلك سنين غايبة عن المجلس. اللي يعرف يحطك مكان حكم. لو زعلان قول يا اخوي، انا اللي قلت لزكية تقعد، وانا اللي قلت الحكم يجيبها هنا. اصلي خفت ان اتبهدلوا في غيابك. كريم امر يا خالي. هتخش جامعة ايه؟ سمعت انك نجحت في الثانوية. امي عاوزاني ادخل كلية الهندسة يا خالي. مجموع زين يا اخوي. بس يا خالي انا ما عاوزش ادخل كلية الهندسة عشان في الاخر اطلع اشتغل مع عطية. خش اللي تخش يا كريم. عاوز ارسم يا خالي، اخش كلية فنون جميلة. ايوه ليكي كديه ما روحتيش يا كريمة؟ من وقت ما سافرت الصبح اروح الصبح. قبل ما تاخدي حقك. حقي؟ حقي في ايه؟ ما عاوزاه شيء، تبني في البلد عمارة. لا انا قلت ما كانش قصد. أنا حشت عنك حاجة يا كريمة؟ عمرك ما شكيتي تشكي وأنا في غيبوبة؟ أمال لو كنت مت كنت عملت إيه؟ بعد الشر عليك يا أخوي، أنا ما كنتش أقصد. بعدين نتعاتبوا في الصغيرة يا كريمة. نسيبوك تفرد جسمك وبعدين نكملوا حديثنا. من ميتة بتهم قبل يا حكم؟ من ميتة؟ حد قال لك انا تعبان ولا ايه؟ ولا ايه في مخك غيرك؟ لا والله ما فيش في مخي حاجه، بس انا عاوز اروح. قادلنا شهور وايام بيتنا اتبهدل، وانت عارف اخوك ما يتحملش التراب. ما يتحملش التراب؟ امال كيف عاوز تشرب سجار يا حكم؟ ايه؟ مين قال لك؟ يبقى انت معاك جن يا ابو هيبه. كيف تعرف كلمه قلتها وانت غايب؟ مش هقول لك قلتها فين، ومع انهي كلب ليه روقه، لكن هقول لك تقعد هنا زي ما كريمه حكمت تقعد هنا وانا غايب. هتقعد هنا ببيت اخوك ومعزز ومكرم يا اخوي. الوكل. يا ود ابوي انا عاوز ارجع بيتي، كل حي بيستريح في بيته. انا قلت هتقعد هنا، انا حكمت بكده ولا عاوز تكسر كلامي؟ اوعى. ولا عاوزنا طخك بالنار زي ما طخيت رجالتي؟ أمر يا غالي، عمك حكم هيعتذر لك وهيدي لك 100,000 جنيه حق ضربة الرصاص. ماشي كلامك يا هيبة، ما تزعلش يا عامر. الله يعني.
الوكل معاكم المرة دي مش تجنيد، الوكل معاكم المرة دي توحشته. يلا بسم الله أخوي. بلاش الدنيا أخوي. الرومي للجماعة والشباب، كل من الروم انتو كريم يا صفاء. انا بعت رجالة في مهمة النهاردة يا حكم. مهمة ايه يا اخوي؟ مفيش حاجة نعملوها دلوقت. وصلوا المكان. بعت السلاح كله يا حكم. توبة يا هيبة، خلاص ماليش صالح بالسلاح. مالك صالح بشنطة الفلوس؟ 2,000,000 دولار وربع. ضحك عليك. ضحك عليك. أنا مش قلت لك تخلي لشقتك كالونين؟ برضك مهمل، ما خايفش حد يسرقك؟ كأنك شايل من أخوك يا أبو هيبة، بتفتشني قدام عيالي؟ هو أنت كبير على التفتيش؟ ولا كبير على أبو هيبة؟ برضك أنا أخوك الكبير. طب تعالى وريني كيف الكبير يتصرف. من أولها وأنت هربان، عمرك ما وقفت في صف، ولا عمرك خشيت قبر، وأنا محمل وساكت. عاوز تسير؟ قولها دلوقتي وننزل وشيلك. هو انا قلت حاجه؟ عمري تكلمت؟ من زمان وانا بسلم، حتى اسال ماهر اللي بيجي شبهك. ليش الفلوس ليه يا صباح؟ من ساعة ما سافرت وانت رافضة المصروف. ملهاش لازمة من غيرك يا اخوي، مين يهمه الوكل وهو عطشان؟ كيف ابص على الدنيا وانت مفهاش يا ابو هيب؟ الحمد لله على السلام. شبه الشبه حكم. يخلق من الشبه. لا يخلق من الشبه ايه؟ لشنطة سفركم مع حكم. كيف الفلوس دي منين؟ ذهب دي، ازياد دي، ساعات دي. أبو كريم تعالي حملي الطاق طاقين. قلت لك ما عايزاش يا خوي. يمين بالله لا تاخدي حقك. مش كفاية، مش كفاية صبر والواحد. تعالي تعالي علي اليمين لا تاخدي حقك. خدي زيادة زي ما اختي كريمه خدت حقها، اختي الصغيره تاخد حقها. خد حبي حبي. اعتبر البيت بيتك يا حكم، اوعى تتصل بكيل الايام دي لا تتشنكل معاه. يلا حمزه.
في شغل كايرو، ما فيش في القلب غيره، لوت هو في عذابي.